اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد برمضان. معلش اليوم متحمسه شوي، اليوم الحمد لله راسي ما بوجعني، فاسف. امبارح كنت هيك محضرت لكم فيديو فاشتغلت فيه بالبدايه، بعدين ما بقى اتحمل راسي كتير صار يوجعني، ما بعرف شو صار لي، نزل ضغطي او هيك شيء، فحقكم علي. هلا بحضر لكم فيديو روتيني برمضان من الصبح للمساء، وافكار كتير حلوه رح تعجبكم، خليكم منتظر هذا الفيديو. ما بعرف مين بيحب مثلي فريت ابو شعر وانا عم بطبخ. اكيد برمضان انا بلغي كل شيء اسمه اغاني، فبحط بس الاناشيد وشيء الهيات وهيك، او اكيد القران. فحبيت افرجيكم شوي من الاجواء اثناء ما عم بكون عم بطبخ، شو بعمل يعني. فاليوم الاكله رح اعمل لكم اياها كثير لذيذه، واكيد كثير رح تشوفوا. عن جد قلكم شغله، هلا انا طبخي بحسه فريد، يعني مو انه فريد من نوعه او مثلا مميز او هيك، قد ما هو انه انا ما في عندي مثلا اكل سوري اكل تركي، ما كثير بتفرق معي، بيهمني انه بالاخير الاكله تكون طيبه. بغض النظر مثلا عجبتني اكله تركي، ممكن انا اضيف لها البهارات السوريه بعملها اطيب. اوكي، في هون عندي الصايمة انا، وهلا عم بعمل هذا الرز، وهذا الرز عشقي عشقي يعني، كتير 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 طيب، ومتأكدة انه اذا جربتوه كتير رح تحبوه. هلا انتو بتعرفوا المندي وهالكبسة وهدول الشغلات، فهذا انا بصراحة اطيب رز اكلته. هو اسمه الرز العربي، عند الاتراك اسمه الرز العربي، بس انا عربية بعمري ما اكلته، فما بعرف اني ليش هيك مسمينه. وقت اللي دقته لحالي عرفت انه شو في مكوناته، وجربته بالبيت، طريقته بالنت مستحيل تلاقوها، لاني كثير دورت عليها ما لقيت هيك شيء، فحبيت اليوم اعمله معكم. طبعا هي انا صار 10 مرة بعمله، لاني زوجي ادمن عليه وانا ادمنت عليه. لذيذ بشكل مو طبيعي عن جد، كتير كتير رح تحبوه، رح تدعوا لي كتير كتير وقت اللي رح تعملوه. المكونات كتير غريبة، فخليكم معي رح أقولكم المكونات. عندي أول شيء أكيد الرز الطويل، ما بتفرق الشعلان محمود حسب شو متواجد عندك، بس أكيد تكون الحبة طويلة. عندي القرفة، اي قرفه رح نحط لها الرز قرفه. عندي هي الزبده. اوكي، هلا انا قلت لكم انه انا اي مكون رح اكون عم بستعمله ويعجبني رح اقول لكم عليه. فهون عندي زبده الايتشيم، اللي اكل اكله اسكندر، اللي وقت بيجي الجارسون وبيصب لكم الزبده فوقها، اللي عايشين بتركيا، فهي الزبده اللي هن بيعملوها بيستعملوها، ما بيستعملوا الزبده العاديه اللي هي مكعبات. فهي نوعها بصراحه هي اغلى انواع الزبده، سعرها شوي غالي، مثلا هي هيك حجمها تقريبا شيء 18 او 19 ليره، فبتلاقوها بكل الماركت التركي. اسمها تيريا، يعني زبده يعني، اي بس انه في هاي الماركه اللي هيك موديلها، ما بتفرق الماركه شو، بس الاشي كويسه والسوتاش انا بحبهم هدول الماركتين. هلا هون عندي هاي الشغله الغريبه اللي رح تنكح لي الرز، اللي اسمها كش ازومو. الازومو يعني هو الزبيب، والكش اللي هو مثل الفيشنا او الكرز وقت اللي بيكون ناعم، فهذا هو. هلا رح افتحه افرجيكم اياه، هو قديش هيك ناعم، افرجيكم اياه على الضوء، ما بعرف مبين مبين، لونه هيك احمر غامق كثير، لون كرز يعني. عندي مكعبين ماجي، عندي برتقانه، رح نعصر برتقان للرز، واكيد المي السخنه. اوكي، فخلونا نبلش ونشوف هالرز شلون رح يطلع. هلا انا استنيت شوي لقبل الافطار بساعه، لان هذا مدى ما طلعت ريحته وانا صايمه، ف كتير صعب الصبر اثناء الريحه، لاني كتير بيعطي ريحه طيبه للبيت وشهيه. فخلونا نبلش، خليكم معي. هلا هون اول شيء حطيت تقريبا معلقتين ونص كبار زبده، رح ادوبها. وهلا هون رح احط هذا الكش الزمو، رح احط تقريبا انا رح اعمل 3 كاسات رز، فتقريبا بدي معلقتين كبار من الكش الزمو، هي حسب الرغبه بالاخير، بس انا بصراحه بحبه فبكتر شوي يعني. برتقانه، لاني رح احط عصير برتقانه كامله، وثلاث كاسات. هلا انت حسب مقدار الكاسة، هلا في كاسة الشرب، اي كاسة انت عندك اياها، بس وقت بتقدري عليها الرز بده نفس حجم الكاسة رح تحطي المي فيها، يعني استعمليها نفسها للمعيار. انا دائما كان يخرب معي الرز، بعدين اكتشفت انه هي يعني انه انا كنت استعمل كل مرة معيار شكل. هون بعد ما ضفت الثلاث كاسات رح ضيف المي السخنة، انقعه لمدة مدة كتير بسيطة، 10 دقايق بكفي، لأن هذا الرز الطويل بصراحة فورا بينفش.
كبينا اكيد اليوم كمان هي مش مي هون، فانا عم بشتغل لحالي بصور لحالي فشوي صعب، فاوكي يعني رح احاول قدر الامكان انه اصور لكم بشكل واضح. هلا هون هذا بيلزق فبرأسا بدي احركه. اكيد الشعيريه نسيتها، هلا رح طالعها ورح اقلل الشعيريه اول شيء مثل طريقه الرز العادي يعني، بس انه هالاضافات اللي رح اضيفها اللي رح تنكهها هي اللي رح تعملها كثير طيبه. اوكي هون بعد ما سخنت عندي الزبده رح اضيف الشعيريه. الشعيريه انا بقدرها يعني، هي كمان بتكون حسب الرغبه، انا بحب شعيريتها كثيره، بس تقدير 3 كاسات رز رح يكون كاسه شاي صغيره من الشعيريه، حط شوي اكثر يعني، هي بتبقى على حسب ذوقكم انتو. هقليها لوقت اللي تحمر، الاكل اللي امبارح نزلت لكم اياها اللي هي عن الجوفيج، قلت لكم الاكل كثير طيب يا جماعه عن جد بدون مبالغه طلعت شغله يعني، اللي بياكلها يعني بعد ما عملتها انا ما اصدق عن حالي، لو انا عملتها هي الاكله بالبيت كنا نروح على المطعم وندفع هذاك الرقم المجقوم مشان هالوجبه. انا اشتغلتها بالبيت كلفتني ب يعني اذا عملت 4 منهم قد حق وجبه واحده، وفيها بركه اكثر، وقلس طلعت لان عارفانه شو اللحمه اللي حاططها شو المكونات اللي حاططها، ف وطلعت طعمتها اطيب بكثير بكثير يعني، حتى زوجي ما صدق يعني، قال لي انه عن جد رهيبه يعني، انه هن قديش نحن كنا نروح على المطعم بس مشان هالاكله، وقت اللي تعلمتها وعملتها يعني قلت لكم انا من هالنوع الفضوليه كثير، بتروح على مطعم تعجبني اكله فانه بسال عليها كثير، وبحب هيك اجرب شغلات جديده بالبيت، فانه هاي ما حطيت لكم اسمها امبارح الاكله، واكيد اكيد انا نزلتها امبارح بس يا جماعه انا مصورتها قبل بيومين من رمضان وما لحقت انزل الفيديو فنزلت لكم اياه، ففي كثير ناس هيك لزلوزين حسبوا انه انا مفطره، فاكيد انه لا يعني انه بين الفيديو كنا بعمله الصبح والمساء يعني انه نحن لحتى استويت الطبخه وبلشنا، بس هو اوريدي كان قبل رمضان يعني. هلا في كثير فيديوهات رح انزل لكم اياها على فكره برمضان، انا مصورتها قبل رمضان وراح انزل لكم اياها، شو راح اعمل يعني ما بقدر ما انزل لكم فيديوهات. فهلا هيك شوي بلشت تحمر عندي، هي ميزه الزبده انه هيك بصير لها الفقاعات، شايفين الزبده العاديه ما بيكون هيك لها الرغوه، الزبده العاديه بتكون هيك مثل الزيت يعني بتبين، فهي ما بعرف ريحتها و يعني هيك ميزتها من نوع الثقيله يعني كثير منيحه. انا بستعملها كل طبعا حتى للشوربه بحط منها، بتعطي كثير نكهه طيبه. فهلا بلشت تحمر عندي، رح اضيف الرز طبعا بعد ما اغسله، وهلا بعد ما غسلت الرز رح اضيفه، ما رح اضيف المي فورا، رح شوي هيك اقليه للرز مع الشعيرية. الريحة ريحة الزبدة مع تقلية الشعيرية فظيعة، هي الميزة اللي بحبها بهي الزبدة، كتير كتير بتعطي نكهة يعني، انا حاسة كأنه هيك عاملة معمول او هيك شيء يعني، الريحة طالعة لهالدرجة. قلى شوي الرز وبخلطه، رح اقوي شوي تحته. بهالاثناء بكون انا هون سخنت المي، رح اضيف انا قديش ضفت 3 كاسات، يعني رح احط 6 كاسات مي سخنة، وبعد ما اضيف المي السخنة بتصير الامور الثانية كلها عندي اياها جاهزة. هلا هون بعد ما قلبت الرز وتقلى عندي منيح رح اضيف المي، مثل ما قلت لكم 3 كاسات مي بنفس المعيار الكاسات اللي انا ضفتهم، بس هلا انا هون لاني متعوده كثير اعمل هالرز فعرفانه انه قديش الكميه لازم اضيفها، اوريدي معايره بالكاتل الكميه المي، رح اضيف هيك شوي شوي، المي بتكون سخنه. رح احركها شوي، احلى شعور بالعالم رمضان وانت صايمه وعم تطبخي
وعم تشطر ليلتنا من الجوع وعم نسمعك على الهيات وكذا. انا كثير بحب جو رمضان، ما بعرف مين بحبه مثلي وبحبه ما يخلص. فهيك الله يبلغنا اياه والله يتقبله منا يا رب، وانتم ادعوا لي وانا بدعي لكم اكيد. هلا رح ضيف الماجي. في ناس ما بيفضلوا الماجي وخاصة اهلي من نوع هن محاربين للماجي، بس انا بصراحة بضيفه يعني شوي بينكه الرز، بيعطي نكهة كتير لذيذة. هلا هون بضيف كل الاضافات، رح ضيف الزوم هذا الزبيب بهالطريقة. هلا رشة القرفة، كثير تنتبهوا على رشة القرفة، لا لازم يكون كثير ولا قليل، رشة بسيطة هي شيء تتنكه. يعني انا بحاول قدر الامكان انه ما اكتر، يعني بكفي. يعني قديش تقريبا؟ راس معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة. اوكي هلا بدي اجيب البرتقال وابلش اعصر. هلا انتوا رح تحسبوها اكلت حلو، بس هي رز يعني بالاخير، والله رز بس كتير 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 طيب. هلا انا ذوقي كتير صعب بالاكل، يعني انه قليل ما تعجبني اكله واو وكذا وهيك، بس هذا الرز والاكله اللي نزلتكم اياها امبارح من الاكلات اللي خلص يعني رح اكون مدمنه عليها، كتير لذيذه. هلا في ناس كتير سالوني عولا مشان الريجيم شو صار وكذا وهيك، انا برمضان عم بتبع فكره نظام، رح شاركه معكم. النظام شو هو؟ كتير بسيط، كلمة الطبخه اللي انت عم تطبخيها، وده تلغي كثير شغلات هي ممنوعات ده تلغيها، فبتلاقي باخر رمضان نزل وزنك شيء بسيط مو كثير، بس المهم انه ما تسمني يعني، لاني جاي العيد وبتعرفوا انتوا العيد وكذا. الريجيم الماضي اللي عملته نزلت فيه 4 كيلو، وقفت بسبب السفر وبسبب كثير ظروف، فالنور ان شاء الله بعد رمضان رح استمر، وقفت النادي فمشان هيك صار كله مع بعضه كثير صعب. بس رح شارك معكم النظام بالتفصيل، اوريدي انا حضرت لكم شوي عن الفيديو، رح شاركه معكم، كتير فيديو محفز وحلو. فخليكم بانتظاره. ما بعرف شو صار للبرتقاني، طلع الاحشاء كلها، بس يعني المهم خلص بالاخير انعصرت. هلا شو رح اعمل؟ رح ابلش اخلطها، ما بدي اخلط كتير، وخاصة وقت تنشف المي ابدا ما بصير تخلطيها، اتركيها هيك تكون مرتاحة. هلا بس هون رح اخلط شوي حتى تتبلغ كلياتها. بعد ما غليت شوي هيك المي بقت عندي شوي يعني صارت تغلي، رح اوطي تحتها على نار هاديه كتير خفيفه عشان ما تعلق عندي، يعني اصغر عينه من الغاز، وبتوطيها كتير وبتغطيها وبتتركيها لتستوي شغله ربع ساعه، يعني بيمشي حالها ان شاء الله. بعد ربع ساعه بس تستوي رح فرجيكم كيف رح تطلع. يا ريت كان في ميزة باليوتيوب افرجيكم الريحة، لان هي الريحة هي الميزة العظيمة اللي بهالاكلة، فللأسف ما في. بس انا هلا روايح كلها طلعت، فجربوها وكتير رح تدعولي، كتير رح تعجبكم، واكتبوا لي اذا عملتوها انه كيف كانت الريحة، يعني شو بتقدروا توصفوا لي الريحة تبعت هذا الرز، كتير كانت لذيذة. فهلا خليكم بالانتظار بس تصير الافطار، رح احطها بصحن التقديم وافرجيكم اياها كيف رح تصير. هي بقولت الله اكبر قدام عنا هلا المغرب، وحبيت هيك على السريع افرجيكم، كنت نسي انا بصراحه، فهيك تذكرت على السريع افرجيكم الرز شلون صار. شكله اكيد هو الرز العادي يعني، بس ريحته وطعمته كتير كتير طيبه. ف الله يتقبل صيامنا وافطار مبارك، وادعوا لي وبدعي لكم. اشوفكم على خير، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بحبكم كتير كتير، بايات. اللهم يا رب عبادك وقد جاءوا إليك، جاءوا إليك